طبعا في حاجة أنا لسه شايفها حالا، كان حد عاملها على فيسبوك تقريبا أو يوتيوب، مش متذكر بالظبط، بس يعني تقريبا الحاجة دي في ناس كتير تعرفها وفي ناس متعرفهاش، فأنا حبيت إن أنا أفيد الناس اللي متعرفهاش. الزرار اللي تحت خالص ده اللي هو دايرة، اللي هو عبارة عن دايرة، اللي هو زرار الهوم يعتبر. لو ضغطنا عليه ضغطة طويلة ساعة جوجل، ستجرى المباراة القادمة بين منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم ومنتخب كوستاريكا لكرة القدم اليوم في تمام الساعة 3:05. دي زيها زي سيري اللي هي في ايفون. فانا مثلا لو جيت ضغطت وطلبت مثلا منه يفتح فيسبوك او اي تطبيق عندي، تعالوا نجرب كده. فتح فيسبوك. بيفتح معانا فيسبوك زي ما انتم شايفين طبيعي، واي حاجه بتطلبوا منها بيجيبها لك عادي. لو طلبت منه يتصل برقم بيتصل بيه ايا كان.